أهلا وسهلا بكم مجددا في أعمال منتدى الأفلام السعودي 2024. نرحب بكم حضورنا الكرام ومشاهدينا عبر كل المنصات. الآن تنطلق الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان قطاعي الأفلام والسياحة التوأم المتكامل، وتستعرض هذه الجلسة العلاقة التكاملية بين القطاعين وأن يعزز كل قطاع نمو الآخر. فقد لعبت الأفلام دوراً محورياً في السياحة في العديد من الدول، كما تساهم البنية التحتية السياحية المتطورة في استقطاب صناع الأفلام لتصوير أعمالهم في وجهات سياحية متكاملة. تستضيف هذه الجلسة كل من الأستاذ ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي، والأستاذ عبد الله القحطاني الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام. يحاورهم الأستاذ فيصل بلطيور منتج ومخرج سعودي. يتفضل مدير الجلسة للبدء فيها. يا مساء النور. أولاً أنا حاب أني أشكر اللي اختار العنوان هذا، عنوان السياحة والأفلام. كثير تكلمنا عن الأفلام وعن طريقة إنتاجها وعن البعد الفني وعن ممكنات كثيرة خاصة في الأفلام، لكن اليوم جالسين نتكلم كيف الأفلام جالسة تدعم قطاعات أخرى منها قطاع السياحة. وأنا سعيد ورحب مجدداً بسعادة المهندس الأستاذ عبد الله العياف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، وسعادة الأستاذ ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، قطبين رئيسيين في تمكين صناعة الثقافة والسينما في المملكة العربية السعودية، وسعيد بالحوار معهم. وشفت أن فيه عامل مشترك غير الثقافة بينكم مهندس عبد الله، وبينكم ايضا بينك استاذ ماجد، واللي هو اثنينكم تخرجتوا من جامعه واحده من البترول ما شاء الله، فالله يعطيكم العافيه. واسمح لي ابدا مهندس عبد الله ب يعني اليوم انت ما شاء الله ماسك تو هاتس، الاول هو كونك مخرج وايضا ممكن للقطاع، فودي يعني خلال خبرتك الطويله ويمكن كانت في نقاشات كثيرة، كيف ساعدت السينما السياحة وأيضاً السياحة كيف إنها كانت رافد مهم للسينما؟ ودي بنبذة بسيطة وحتى تاريخية عنها. بسم الله، شكراً جزيلاً أستاذ فيصل، واسمح لي أن يعني أرحب بك وبالأستاذ ماجد وكل السيدات والسادة اللي شرفونا في منتدى الأفلام السعودي في دورة الثانية. سعيد جدا ايضا بوجودي في هذه الندوه مع احد اهم الشركاء الوطنيين في تنميه القطاع، الصندوق الثقافي، وعلى راسهم الاستاذ ماجد. موضوع السياحه والسينما هي علاقه قديمه، منذ ان ادرك الاخوين لومير في بدايات وفجر السينما عندما عرضوا الضوء الاول على جدران الجراند كافيه في باريس، واكتشفوا أن الناس يصطفون طوابير ويدفعوا مبالغ مالية لأجل أن يشاهدوا هذا المكان. اكتشفوا أن مكان في استثمار جيد يأتي بجمهور، كيف نستطيع أن نحضر مزيد من المحتوى لجذبهم. بعد فترة اكتشفوا الناس ملوا من هذه المقاطع، أرسلوا مصوريهم إلى أصقاع العالم ليصوروا أماكن غريبة لم يشاهدها الناس آنذاك، فصوروا في العالم العربي، صوروا في الهند، صوروا في أماكن في غابات بعيدة، فاصطف الناس زرافاتاً ووحدانا. يعني أن يكون هذا الاختراع والاكتشاف الجديد من بداياته يحضر لنا دولاً أخرى في مكاننا ويفتح أعيننا على جمال ودهشة، أعتقد أنها كانت البذرة الأولى. لكن يمكن خلنا نقول لما نرجع تاريخياً إلى فيلم مثل كينج كونغ في 1933 لما صور في هاواي وانتشر جماهيريا حول العالم، وبدأ الناس يشوفون هذه الجزيرة اللي يسمعون عنها فقط،
أظن هذه الأمور ساهمت في أنه العقدين اللي بعدها الأربعينات والخمسينات في السينما أصبحت السياحة عنصر جاذب في الأفلام، وأصبحت الأفلام تروج، بل أن هنالك أفلام سميت بأسماء أماكن للترويج، كازابلانكا، الرومان هوليدي وغيرها. فعندما نتكلم عن أثر كل منهم على الآخر، بلا شك أنهم كلاهما يؤثر على الآخر. فمثلا السياحة أو المكان الجيد والمهيئ يتيح للسينما مواقع تصوير مبدعة أو جميلة ومبهرة، يتيح بنية تحتية جيدة، غالب الأماكن السياحية يكون فيها فنادق، فيسهل على صناع الأفلام أن يأتوا لهذا المكان يصوروا ويستفيدوا وأيضا يروجوا. في المقابل أنا سأنتصر كوني سينمائي إلى أنه الأثر العكسي أكبر، اللي هو أثر الأفلام والتلفاز على السياحة. هنالك ما يسمى الآن سكرين توريزم أو السياحة السينمائية. منظمة السياحة الدولية تقول أكثر من 80 مليون سائح في العالم يتخذ قراراته فقط على بسبب شيء رآه على شاشة سينما أو فيلم أو تلفزيون. فأعتقد أن السياحة والأفلام متداخلة بشكل كبير، وكل منا يمكن فكر بزيارة مكان بعد أن شاهده يوم من الأيام على شاشة سينما. يعطيك ألف عافية. أستاذ ماجد، ما شاء الله الصندوق الثقافي اليوم من الجهات الرئيسية الداعمة للقطاعات الثقافية كلها، مش بس للسينما، وراح ندخل بتفصيل بجانب الأفلام. أطلق الصندوق الثقافي برنامج لدعم القطاعات الثقافية كلها وليس فقط السينما، ودي نعرف نبذة عن البرنامج هذا وما هي أهدافه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكراً أخوي فيصل، وأهلاً وسهلاً بالحضور الكريم. بدايةً فعلاً الصندوق الثقافي يهتم بشكل كبير في دعم والتمكين القطاعات الثقافية، وقطاع الأفلام أحد أهم هذه القطاعات. أطلقنا الشهر الماضي التمويل الثقافي، واللي ننظر له اليوم إحنا كمنظومة ثقافية كمفهوم أكثر من أنه منتج أو برنامج، ويعتبر بكل أمانة هو نقلة نوعية في التمويل القطاعي في المملكة. في السبعينات والثمانينات والتسعينات في المملكة برز التمويل الصناعي، التمويل الزراعي والتمويل العقاري، واليوم الحمد لله بدعم سمو وزير الثقافة نشهد إطلاق التمويل الثقافي الذي يشمل 16 قطاع ثقافي من بينهم قطاع الأفلام. الهدف أو يمكن ألخص التمويل الثقافي كمظلة الحلول التمويلية الموجودة اليوم في الصندوق الثقافي، تشمل مثل ما ذكرت 16 قطاع ثقافي. نسعى من خلال التمويل الثقافي لدعم وتمويل المنشآت الثقافية من خلال دعم رأس المال العامل، توسعات هذه المشاريع، بالإضافة الأثر التنموي دائما له مكانة مهمة جدا في دعم هذه المشاريع. فننظر دائما على توظيف السعوديين، نمو هذه الشركات من جانب الإيرادات والأرباح أيضا. الشهر الماضي والله الحمد أتمنى توقيع اتفاقيات مع 5 مؤسسات مالية ليكونوا شركاء معنا في التمويل الثقافي. نستهدف إن شاء الله بإذن الله هذا الشهر لإطلاق المرحلة الثانية إن شاء الله بإذن الله، وانضمام مجموعة أخرى من المؤسسات المالية كشريك معنا في التمويل الثقافي. والله الجهد تشكرون عليه، لأنه إحنا في القطاع الثقافي بشكل عام وفي قطاع الأفلام لما نروح المؤسسات الثقافية نقول لهم نبغى تمويل، يقول لي ورني الار او اي حقتك، ورني الريتين اوف انفستمنت. للأسف ما يتفهمون طبيعة القطاع، فوجودكم كان محوري ولا زال محوري في دعم هذا القطاع حتى يقف على رجليه، وحنا نشوف انه القطاع هذا مقبل بشكل كبير جدا. اعود لك مهندس عبد الله، اليوم في محاولات كثيره لانتاج افلام عالميه في المملكه العربيه السعوديه، اعرف ان لا زلنا في البدايه، لكن كيف تشوف تغيير وجهه المدن في المملكه العربيه السعوديه تم تصوير فيها الافلام من ناحيه سياحيه، كيف تشوف اثرها؟ اعرف انه يعني فتره الانتاج ما هي فتره طويله، لكن اكيد انت مطلع على
يعني يعني عندك فيجن على الخطوات القادمة إن شاء الله؟ سؤال مهم جدا أستاذ فيصل. عندما بدأت دول لم تكن معروفة بمشهد سينمائي كبير أو حتى مشهد سياحي عالمي، يعني دول جميلة مثلا نيوزيلندا عندما صورت فيها سلسلة سيد الخواتم 40% من السياحة تغيرت في بين يوم وليلة. أتذكر أنا ذاك أن طيران نيوزيلندي الرسمي غير البراندنج على جانب الطيارات، قال طيران ميد إيرث اللي هي المنطقة المذكورة في لورد أوف ذا رينجز. هنالك مدن تتغير مباشرة بعد فيلم معين، يعني لن أطيل لكن أمثلة سريعة مثل فيلم ذا بيتش، وكيف أن بعض الجزر في تايلاند بسبب فيلم واحد تغيرت وأصبحت البيئة السياحية، البيئة البنية التحتية فيها، مستوى الخدمات تغير كله بسبب فيلم. لحسن الحظ أننا في المملكة العربية السعودية لدينا بنية تحتية رائعة، مشهد سياحي كان ينتظر فقط قدوم السياح لينبهروا بما لدينا من تنوع جغرافي مذهل وكرم الضيافة السعودي. وكما ذكرت لأننا لازلنا في البداية، إحنا ننتظر الكثير من الأفلام السعودية، لكن حتى الآن رغم قلة الأفلام السعودية الطويلة التي انطلقت خلال سنوات، إلا أن كل من نقابله في المهرجانات الدولية أو المنتجين وحتى ستقابلونهم هنا في المنتدى يعرف العلا، يعرف نيوم، يعرف جدة التاريخية، يعرف الرياض، يعرف مناطق أخرى بسبب هذه المشاهد الجميلة. في برنامج مثل برنامج ضوء اللي تطلقه أو أطلقته هيئة الأفلام ولا زالت تقدمه، هنالك نقاط يدعم فيها الفيلم السعودي الأكثر الذي يظهر هذا الجوانب، لأن المؤمنين تماماً أن التنوع الجغرافي، التنوع ليس فقط السياحة بمفهومها البسيط لنأخذ المعنى الأشمل، الصورة الذهنية للثقافة للبلد الذي سأزوره. من يأتي ويزور المملكة سيرى أطعمة متنوعة، سيرى أغاني وأهازيج مختلفة، سيرى أزياء مذهلة بتنوعها، الشمال عن الجنوب، الشرق عن الغرب، بل إن حتى المنطقة الوسطى فيها تنوع لوحده كافي. هذه كلها عبر أفلامنا السعودية وعبر الأفلام التي تصور في السعودية استظهر. أختم بجزئية بسيطة، أنه هنالك العديد من الأفلام الدولية التي صورت في المملكة خلال السنتين الماضية، أفلام نجوم كبار مثلا النجم العالمي شاروخان، نجم السينما الهندية الأشهر، جيرارد باتلر، وغيرهم من الممثلين العالميين، وقريبا إن شاء الله أسماء كبيرة ستسمعون عنها، كلهم أتوا ليصوروا مشاهد في أيام معدودة بلا استثناء، زادوا بعضهم ضاعف أيام التصوير بعدما شاهد المواقع وجمالها. فاللي أقوله أن الأفلام السعودية في الأفلام المشاهد والسياحة السعودية وأثرها في الأفلام التي انتهينا منها واستخرج قريبا سيكون موجود إن شاء الله، وكلنا أمل في الفيلم السعودي، هو خير سفير لنا صح. لثقافتنا ولسياحتنا. الله يعطيك ألف عافية. وعودة حتى على نيوزيلند، أنا أذكر أحد الجهات الرسمية بعد فيلم ذا هوبت أصدرت بيان أن نيوزيلندا تحولت من تصدير الألبان إلى تصدير سياحة الأفلام. كانت هذه يعني عبارة قوية جدا بينت أثر الأفلام في تعزيز السياحة. أستاذ ماجد، كان في يعني تركيز كبير من الصندوق، مثل ما تفضلت الصندوق الثقافي يعني يدعم أكثر من 15 قطاع ثقافي، لكن كانت هناك مشاريع سينمائية تم دعمها بشكل خاص. ما سر اهتمامكم في السينما؟ لأنه لما نشوف القطاعات الثقافية التركيز من الصندوق دائما يكون على الأفلام. واضح. يمكن أبدأ في الصندوق الثقافي، ويمكن أوضح أنه اليوم إحنا عندنا خدمات مالية تشمل تمويل واستثمار وحوافز، والاستثمار يعد أحد أهم الخدمات المالية اللي موجودة في الصندوق. قطاع الأفلام يعتبر أحد أسرع القطاعات الثقافية نمواً خلال الثلاث سنوات الماضية في المملكة، ونتوقع استمرار نموه في العشر سنوات القادمة. في الحديث عن الأرقام، في عام 2023 بلغ إجمالي إيرادات دور السينما وصلاة دور السينما في المملكة
أكثر من 900 مليون ريال سعودي. وصلنا في عام 2023 أكثر من 300 فرصة استثمارية في قطاع الأفلام ندرسها بشكل مكثف، إن شاء الله بإذن الله الإعلان عن الفرص اللي راح تساهم إن شاء الله بإذن الله تحقيق مستهدفاتنا. أحب أضيف وأكد أيضا نظرتنا يمكن لقطاع الأفلام تشمل سلسلة القيمة بشكل كامل، من إنتاج ويشمل أيضا تسويق توزيع وبنية تحتوية. لنا نظرة في الصندوق يمكن تجاه قطاع الأفلام، إن نعتقد قطاع الأفلام هو منصة مثالية لإبراز يمكن الثروة والعمق الثقافي اللي موجود عندنا في المملكة بشتى ألوانه، من طهي، موسيقى، فيجوال آرتس، بيرفورمينج آرتس والقطاعات الأخرى. فيمكن هذه نظرتنا يمكن لقطاع الأفلام. من الجانب الآخر أيضا مثل ما الاستثمار يعتبر يمكن أحد الخدمات الرئيسية المالية الموجودة عندنا، الأثر التنموي أيضا أحد المستهدفات اللي موجودة عندنا، ونعتقد اليوم من خلال دعمنا للقطاع الأفلام من خلال الخدمات المالية كان هناك أثر إيجابي كبير من خلال توظيف سعوديين وسعوديات كان لهم بصمة رائعة في كثير من الأفلام اللي شاركت يمكن في بعض المناسبات العالمية. فيمكن هذا جزء من دورنا اليوم في تنمية وتمكين القطاع الثقافي، واللي نلعب يمكن مع زملائنا وإخواننا في هيئة الأفلام والمنظومة الثقافية وأيضاً المنظومة التنموية. شكراً لك، وسعيدين أنه هذا الاهتمام الواضح والوعي بأهمية الأفلام والسينما وكون أنها ممكنة لقطاعات أخرى، فبدعمها يدعم بشكل أحياناً مباشر وغير مباشر قطاعات أخرى. مهندس عبد الله، راح ودي أختم بسؤال يمكن يكون شخصي أكثر، ودي أعرف هل يعني شفت مرة فيلم معين جذبك إنك تزور مدينة معينة عشانك شفت الفيلم فقط ما كنت أعرف عنها؟ لا شك، جزئين سريعة. الأول إجابة على سؤالك أستاذ فيصل، شفت تصوير في صباي لفيلم بريف هارت، ومن ذلك الوقت وأنا أنوي أزور اسكتلندا لأجل ذلك الفيلم. الشيء الثاني، شفت مناطق في عملي السابق لوادي لجب في جازان، وسافرت لأجل المشاهد اللي شفتها في فيلم قصير في السعودية. هذا الجزء الأول، وأستميحك بس تعقيب على ما ذكره بشكل جميل الأستاذ ماجد حول السوق السعودي. ولله الحمد هو السوق السعودي هو السوق الأكبر كما يعرف المتابعين في المنطقة العربية. العام الماضي ثاني أكثر فيلم مبيعاً في المملكة كان فيلم سعودي، سبق فيلم أوبنهايمر، سطار الثاني. لكن ما لا يعرف الكثير أن تذاكر سطار كانت أكثر من تذاكر أوبنهايمر. أوبنهايمر كان في الآي ماكس فالربحية أعلى، لكن وهذه السنة في النصف الأول من 2024 أكثر من 10% من مبيعات كل صالات السينما في المملكة هي لأفلام سعودية. لماذا قلت هذا التعليق الآن؟ لأن السعودي والسعودية يريدون أن يروا أفلامهم، قصصهم، وهنا تكمن أهمية الفيلم في التأثير ليس على السياحة، على الثقافة بشكل عام. بإمكاني أشاهد إعلان عن بلد جميل، لكنه لن يكون بتأثير فيلم مخطط ومكتوب بشكل للتأثير عليك وتأثير على عاطفتك، لغرس قصة جميلة مؤثرة في مخيلتنا. احنا شفنا الصور كثير، لكن نذهب مرات أريد أن أرى المشهد الذي أثر فيني كثيراً أي صور في المدينة هذه. فأتمنى إن شاء الله أن نرى مشاهد أكثر في أفلامنا، وأن يكون هنالك مواقع كثيرة في المملكة يزورها الشخص لأنه شاهدها في فيلم عالمي أو فيلم سعودي. الله يعطيك العافية. وأظن حتى فيلم هورايزن، الفيلم الوثائقي اللي بين الطبيعة في وتنوعها في السعودية، أيضاً كان له أثر كبير وكان فيه أصداء جميلة. سعادة الأستاذ ماجد، دعمت مشاريع كثيرة، ودنا ببعض الحصريات على مشاريع دعمت وممكن تحسون أنها بيكون فيها لها دعم مباشر وغير مباشر للسياح. يعني والله الحمد، يمكن خلال الفترة الماضية الصندوق الثقافي دعم مجموعة من المشاريع الثقافية من خلال خدماته المالية أو خدماته التطويرية،
ويمكن يسعدنا اليوم بالتعاون مع المبدع صاحب المشروع أن نعلن عن افتتاح بيت السينما، أول سينما نوعية في المملكة العربية السعودية. كذلك غدا بإذن الله سنوقع 13 اتفاقية تسهيلات ائتمانية من التمويل الثقافي من خلال منصة منتدى الأفلام السعودي. نفخر بدعم شركائنا، وأنا دائما أحب أستخدم كلمة شركاء أكثر من مستفيد أو عميل، لأنهم فعلا شركاء لنا. ورسالتي للجميع أن الفرصة ما زالت موجودة، أشجع الجميع على تقديم على طلباتنا في الخدمات المالية والخدمات الغير مالية من خلال منصة والموقع الإلكتروني لصندوق الثقافي. شكرا شكرا أستاذ ماجد، وألف مبروك لنا جميعا. حاب أني أشكركم على حضوركم، وقبل كذا أشكر ضيوف الرئيسيين القامات سعادة المهندس عبد الله العياف والأستاذ ماجد الحقيل على وقتهم وعلى المعلومات المثرية اللي استفدناها منهم. الله يعطيكم العافية. شكرا لك. شكرا لك. الله يسعدك. شكرا لك.